بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم. اعزائي المشاهدين من منا لا يعرف قصه جليبيب صحابي رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ولكن هل قصه جليبيب فكره وانتهت؟ ام انها فكره مغروسه في الامه؟ ومن باب التذكير جليبيب ذلك الصحابي الجليل الذي كان فقير الحال وفي وجهه دمامه وكان عليه الصلاه والسلام يحبه كثيرا فقال له يوما يا جليبيب الا تتزوج قال ومن يزوجني يا رسول الله تراني كاسدا ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام اشار عليه ان يتزوج من فلانه وبدون تفاصيل قصه زواجه هذه الفتاه الصالحه من الصحابيات قبلت بجليبيب وتزوج منها وبعد ايام من زواجه سمع مناديا ينادي حي على الجهاد فماذا يفعل؟ هل يبقى مع روسه ويترك الجهاد ويترك أهم الأمة اللي هو الأساس الأول منها في هذه العقيدة؟ لا قرر أن يترك زوجته وعرسه وفرحه ليلتحق بالمجاهدين فذهب للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة في غزوة لهم. وبعد أن انتهت تلك الغزوة وتفقد المسلمون الجرحى والقتلى من أصحابهم وأحصوا الجرحى والقتلى فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم هل بقي من أحد؟ يقول لم يبقى أحد يا رسول الله اذهبوا وابحثوا مرة أخرى ثم يعودون للرسول لم يبقى أحد يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولكني أفقد جليبيب يا حبيبي يا رسول الله لم يفقد احد جليبيب الا رسول الله عليه الصلاه والسلام فابحثوا عن جليبيب وقام صلى الله عليه وسلم يبحث بذاته عن جليبيب فوجدوا سبعه من جثث المشركين فوق بعضها البعض فلما رفع الجثث الصحابه وجدوا جليبيبا في اسفل هذه الجثث فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وجعل ساعده وسادة له وقال: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم حفر له قبرا وأنزله به رسول الله. ترك عرسه وفرحه ليلتحق بمواكب الشهداء. هذه فكرة وعقيدة في هذه الأمة. اما جليبيب الاردن اخواني واخواتي الكرام فهو الجندي البطل فضل خلف لحديثات من ابناء مادبا جندي من الجنود الاشاوس من ابناء الجيش العربي الذي فعل كفعله جليبيب حدثني الملازم اول متقاعد عادل عبد الرحيم الزعبي بالقصه التاليه قال لي عندما اتانا الامر للواء اربعين لو الله من ألوية الجيش العظام قال لي أتانا الأمر في 11 عشرة 1973 للتحرك إلى سوريا للدفاع عن الجولان نتيجة الحرب التي قامت ما بين مصر وسوريا والكيان الصهيوني ولم يكن الأردن بعلم عنها ولكن لما اندلعت الحرب كان لابد من الاستعداد لأي تطورات استنجد حافظ الأسد بالأردن متحدثاً مع الملك حسين لأن الوضع على الجبهة السورية أصبح خطيراً أصدر الملك حسين رحمه الله أمراً إلى اللواء الأربعين للتحرك على الفور إلى سوريا لإنقاذ الجولان وتقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل الدفاع عن أرض العروبة في سوريا من العدو الصهيوني الغاصب تحرك لواء 40 خلال 24 ساعة وبرقم قياسي باتجاه سوريا كان هناك نقطة توقف في منطقة الرمثة يقول لي الملازم أول عادل عبد الرحيم الزعبي عندما توقفنا في الرمثة لنستعد للدخول إلى درعا ومن ثم إلى الجولان كان من بين الجنود في كتيبتي جندي اسمه فضل خلف الاحداثات كان هذا الجندي عريس متزوج من قبل اسبوع ولما صدر الامر ارسلوا اليه ليحضروه ويذهب الى القتال فترك عروسه وترك فرحه ولبس لباسه العسكري والتحق بكتيبته وذهب مع جنوده وقادته للدفاع عن سوريا وهو عريس زواج فقط من قبل سبعه ايام عندما وصلوا إلى الرمثة وأرادوا التخييم لمدة ليلة للاستعداد للدخول إلى درعة سبحان الله العظيم هذا الجندي فضل خلف الاحداثات جاءه يعني هاجس لا أستطيع تفسيره إنما ذهب إلى قائد سريته في ذلك الوقت النقيب عقل العيطان قال له يا سيدي بدي أروح قال له كيف بدك تروح؟ احنا بدنا ندخل بكره على الحرب، قال له يا سيدي غدا صباحا قبل ان تتحرك الساعه 6 بكون في الكتيبه انما شاعر شعور غريب بدي اروح هنا تعامل القائد عقل العيطان بروح القياده بروح هذه القياديه التي لا يتقنها كثير من الناس فعلم ان هناك امرا ما والله اعلم ما هو فنادى الضابط المسؤول وقال له خلي فضل يروح وغدا صباحا يكون بالكتيبه. قام عريف الغفر اللي هو الذي حدثني فيما بعد عادل عبد الرحيم الزعبي وقال لقائد السريه يا سيدي فضل عليه وظيفه كيف بده يروح؟ قال له فضل بروح وتحط وظيفه غيره. قائد يتعامل بالروح القياديه. وبالفعل عاد فضل خلف الحديثات إلى مادبا من الرمثة إلى مادبا ونام ليلته عند عروسه وزوجته وفي الصباح الباكر يقول لي الملازم أول عادل الزعبي الساعة السادسة بالضبط قبل أن نبدأ الدخول إلى درعة كان موجود داخل الكتيبة فنظر قائد السريع عقل العطان قال جيت يا فضل قال سيدي أنا جاهز قال له دبابتك وهو سائق دبابة فذهب إلى دبابته وقالوا يا الله ماذا يقول عقد العطان للضباط قال فضل الله أعلم أن في عقبه خلف أدعو الله أن يحفظه يقول ابن أول عاد الزعبي وما أن دخلنا الحرب في الجولان وكانت الكتيبة الرابعة هي أول الكتاب التي شاركت في تلك المعركة وبعد مضي ساعات نادوا على الجهاز تسعة أجب فأجاب القائد أرسل قالوا أصيب الدبابة الجندي فضل خلف لحديثات واستشهد الجندي فضل خلف لحديثات قال الله أكبر كنت أشعر أنه سيكون أول شهيد في حرب الجولان من الجيش الأردني وهو عريس وبعد أن انتهت حرب الجولان وعاد الجيش الأردني الى مواقعه في الاردن كان في الكتيبه ابن عم لفضل خلف الاحتثاث جندي اخر فناداه قائد السريع قبل العيطان قال له بس بدي اسال سؤال تستفسر لي هل زوجه فضل الشهيد فضل خلف حامل؟ قال له والله يا سيدي اني ما بعرف انما راح اسال وبعد فتره عاد هذا الجندي بالجواب لقائد السريه قال له والله يا سيدي إنها حامل وبعد فتره انجبت طفلا فانا بسال الذي حدثني القصه من باب التحقق الملازم اول عادل الزعبي فقل له يعني اجا ولد قال والله سمعنا انه اجا ولد لانه ابن عمه في الكتيبه حينها اخبرنا انه زوجته انجبت ولد حتى اتحقق من هذه الحادثه اتصلت بزملاء وأصدقاء لي من مادبا لأسأل عن عائلة فضل خلف الإحداثات وحصلت على رقم هاتف شاب اسمه جهاد فضل الإحداثات فعرفته على نفسي وقلت له يا جهاد أنت ابن الشهيد فضل خلف الإحداثات قال نعم قلت هل تعرف قصة استشهاد أبيك قال لا والله إنما جدي حدثني أنه أبوي استشهد في الجولان وجدي سماني جهاد لأن الجهاد عندنا عقيدة وغاية فقلت له بدي أسألك سؤال غريب قال ما هو؟ قلت بدي أسألك عن تاريخ ميلادك فلما سألت عن تاريخ ميلاده وأنا أعرف مسبقا تاريخ دخول لو أربعين للجولان وهو كان 12 13 10 73 وجدت ان الفتره الفاصله ما بين تاريخ ميلاد جهاد ابن الشهيد وما بين دخول قواتنا الى الجولان تسعه اشهر الى الا اسبوع اي بمعنى ان القصه التي حدثني بها الملازم اول عادل الزعبي قصه حقيقيه وان الله سبحانه وتعالى لم يقطع ذريه ذلك الشاب الذي اختاره ليكون شهيدا فجعل من عقبه ولد هو جهاد هؤلاء هم اباؤنا واجدادنا هم كجليبيب الى هنا استودعكم الله